جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين التمديدات الكهربائية المنزلية، والتمرين رقم 32 وهو تشغيل مصباحين كهربائيين من ثلاثة أماكن باستخدام مفتاحي طرف سلم وآخر وسط سلم. فإلى التفاصيل، المكونات: علبة وسط رباعية وعلب جانبية ثلاثة الطرق ومفتاحي طرف سلم ومفتاح وسط سلم ومصباحين كهربائيين في الأعلى ومصدر للجهد الكهربائي. يتطلب أولا ربط مصدر الجهد الكهربائي بالعلبة الوسطى، ثم توزيع إلى العلب الجانبية، ثم توصيل مفتاحي طرف سلم ومفتاح وسط سلم بالعلب، وتوصيل أيضا المصابيح بالعلب الجانبية. الخطوط التي تحتوي على خطين هي خط المصدر حامي وبارد، وخطوط الواصلة من العلب الجانبية إلى المصابيح، كل منها يحتوي على سلكين. الخطوط التي تحتوي على ثلاثة أسلاك وهي الخطوط الواصلة إلى كلا مفتاحي الطرف سلم من العلب الجانبية. الخطوط التي تحتوي على أربعة خطوط وهو الخط الواصل من علبة الوسط إلى مفتاح وسط سلم، فيحتوي على أربعة أسلاك. أيضا الذي يحتوي على أربعة أسلاك هو الخط الواصل من العلبة الجانبية اليمنى إلى العلبة الوسطى، إلى العلبة التوصيل الوسطى. الخط الواصل من العلبة الجانبية في اليسار إلى العلبة الوسطى يحتوي على خمسة أسلاك بداخله. سيقوم المتحكمات كل من مفتاحي طرف سلم ومفتاح وسط سلم المرموز لها بالرمز A capital letter بالتحكم في المصباحين المرموز لهما بالرمز A small letter. فإلى التفاصيل: علب توصيل ومفاتيح تحكم، مفتاحي طرف سلم ومفتاح وسط سلم، ومصباحين كهربائيين ومصدر للجهد الكهربائي 220 فولت 50 هيرتز. سنقوم أولا بتوصيل الخط الحار إلى النقطة المشتركة في المفتاح طرف سلم الأيسر. إذن سنقوم بتوصيل الخط الحار إلى العلبة إلى النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الأيسر. ثم نقوم بتوصيل النقاط الحرة في المفتاح طرف سلم الأيسر إلى النقاط الحرة المجموعة الأولى في مفتاح وسط سلم في الوسط. إذن سنقوم بتوصيل النقاط الحرة في مفتاح طرف سلم الأيسر إلى المجموعة الأولى المضللة بالأسود من مفتاح وسط سلم. ثم نقوم بتوصيل النقاط الحرة في المفتاح طرف سلم الأيمن إلى المجموعة الأخرى في مفتاح وسط سلم. إذن سنقوم بتوصيل النقاط الحرة في المفتاح طرف سلم الأيمن إلى النقاط الأخرى المجموعة الثانية في مفتاح وسط سلم. ثم نقوم بتوصيل النقطة المشتركة في المفتاح طرف سلم الأيمن مع كلا المصباحين الكهربائيين باللون الأزرق. ثم نقوم بتوصيل النقطة المشتركة مع كلا المصباحين في الدائرة. ثم نقوم بتوصيل الخط البارد إلى المصباحين. إذن سنقوم بتوصيل الخط البارد إلى كلا المصباحين. بهذا ينتهي هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات قناة فادي التعليمية. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين التمديدات الكهربائية، وهو تشغيل مصباحين كهربائيين من ثلاث أماكن. راح نستخدم مفتاح وسط سلم إضافة لمفتاحي الطرف سلم على الأطراف.
مفتاح الطرف سلم بيحتوي على ثلاث نقاط، واحدة مشتركة باللون الأسود ونقطتين حرات، بينما المفتاح الوسط سلم اللي راح نضيفه الآن بيحتوي على أربع نقاط، اثنين باللون الأسود البرغي باللون الأسود واثنين باللون النحاسي، إذن يحتوي على أربعة نقاط. مفتاح الوسط سلم بيعمل تبديل بين الأقطاب، بيعمل مرة بوصل عمودي النقاط العمودية مع بعض، ومرة بوصل القطرية مع بعض، بيعمل تعكس أو تبديل بين مجموعتين الأسلاك اللي داخل عليه. يعني في الحالة العادية في الوضع العادي زي هيك ممكن تتصل تكون واصل الخضرة هاي مع الصفرة والخضرة هاي مع الصفرة اللي هون. إذا بدلنا الوضع هيك للثاني راح تتصل، الآن راح تتصل قطري، راح تتصل الخضرة اللي هون مع الصفرة اللي هون، والخضرة اللي هون تتصل مع الأصفر اللي هون. هذا بالنسبة لمبدأ عمل المفتاح. نيجي للتمرين ونتبع الشرح. قل الخط الحار باللون الأحمر بنوديه على النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الأيسر، يعني في النقطة اللي في برغي لونه أسود، بنجيب الأحمر على البرغة على البرغي الأسود اللي هي النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الأيسر. النقطتين الحرات الموجودات هون، النقاط الثانية الحرة هاي النقطة وهاي النقطة، حطينا عليهم لون أصفر وجبناهم على النقاط الحرة الموجودة المجموعة الأولى هون، المجموعة الأولى في المفتاح، يعني جبناهم على النقاط اللي فوق هون الأصفر والأصفر. إذا هذول الاثنين النقاط الحرة اللي هون جبناهم على المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الأخضر اللي تحت أخذناهم الخطين الأخضر هذول دخلناهم على مفتاح طرف سلم عن النقطتين الحرات الموجودات هون بمفتاح طرف سلم الأيمن. بظل عندنا النقطة المشتركة هون، بس النقطة المشتركة الموجودة هون نأخذها على اللمبات. هاي إجت بالأزرق هذه لون أزرق، دخلت على اللمبة الأولى وإجت بالأزرق هون مع خلال الأزرق هذا على اللمبة الثانية. إذا وصل الراجع من النقطة المشتركة للمصباحين، لأنه بده يشغل مصباحين، لو كان ثلاث بصير لثلاث مصابيح. الآن بظل عندنا الخط البارد باللون الأبيض. الخط البارد جبناه باللون الأبيض من المصدر الكهربائي هون، ووزعناه على الجهة اليمين طلع على اللمبة اللي فوق، وعلى الشمال هون طلع على اللمبة اللي في الشمال. إذا الفكرة اللي موجودة في التمرين إنه النقاط الحرة الموجودة هون تدخل على مفتاح وسط سلم وتطلع من مفتاح وسط سلم على مفتاح طرف سلم الثاني. المشتركة اللي هون تأخذ حار، المشتركة اللي هون تروح على اللمبات، وبعدين نعطي اللمبات بارد، وهيك بكون انتهى التمرين. ويعطيكم العافية.